عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة ترامادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه. تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه بس عين امه ما يلاقيش. طبعا لان ولا البني ولا اي حاجة من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. فيزا. Of course. Brown sugar. اللي هي يا باشا؟ Brown sugar. بي اس. البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا نقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروس. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برزيزة. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا. خميس افندينا. اه حبيبتي عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجة على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقة. اوكي سي يو ليتر. باي. باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سيليتر. أليجيتر. ده ليه كمالة. عارف يعني ايه أليجيتر؟ يعني سمع قبل كده بس. البوزة. أليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يعني ده التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزة تشد وتعلى. يا باشا ما دخلني معاك في الاسبانه هتجيب البرنسيسة ده شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضو. امال ايه سبا؟ يعني موزه مقشره، مكان تروحوا يفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. يا سلام زحلقه يعني. تضرب سبا بلبن هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكايه. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيدي الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجه بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رايك؟ انا في الليله دي كلها مجرد مرسال. انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. اه بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تاثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكه العشره الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زيي. ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانه عشرة وليه عنده بدل الطار الف. حلو قوي كده، احنا الاثنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح. ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. مغزى يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة. هو الوحيد اللي هزز صورتك في السوق وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفه، عامل له عمل، حاجه كده تحس انها ايه رايك يا فندم؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا عشان تحلها؟ انا هقول لك على الصح. خميس افندينا دلوقتي في حمايه الباشا، ولو حصل اي حاجه لافندينا الشبهات والشك والريبه والضغينه هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني ونطاطي للريح شويه. وبعدين نتفق.
تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا ملتز. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواف. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبولي، انا عارف سكته كويس قوي. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ منى يا فندم. هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم؟ صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم. الاقي معاك كلمة زينهم؟ اتفضل يا فندم. ايوه. رجل الامن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة قبل سعادتك. لا لا لا، تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك؟ قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك. ورق ايه؟ ورق ورق. اكتب اكتب بس اكتب. اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارفه. اكتب ما تقلقش. اكتب 015 افندينا، اللي هو التوقيع افندينا. اكتب اكتب. ايوه. هو ده رجل الامن. ايوه. خطك حلو. بص انا احط دي هنا، بس امان عليك اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. آه. تمام تمام. خد يا خد. بس يا فندم. خد زينهم. لا لا خد خد. امسك. بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا ما متقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. تشتغل اصلا لؤي؟ خلاص بقى انا زهقت منك. اعمل اللي يريحك. سلام. ما تستغربيش ورقه البفره. ما تستغربيش ورقه البفره. ما لقيتش اسرع منها. ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي. دي نمرتي. لو مزاجك تمام كلميني. لو مزاجك تمام كلميني. ولو مش تمام. ولو مش تمام كلميني برضو. كلميني برضو. أفندينا أفندينا. ما لقيتش غير ورقة البفرة اللي تقول فيها الكلام ده. هي أفنديهم ومالها ورقة البفرة ده؟ حتى في الخير. بس انت جيتي بسرعة قوي. أنا قلت يعني هتتقالي شوية، هتقابلي فيها كده. طلعتي واقعة. هتقل أدبك. هقفل السكة ومش هتسمع صوتي تاني. وليه بقى اللون ده؟ هتخليني اغير رايي فيكي كده؟ ممكن اعرف ايه معنى الكلام اللي انت كاتبه ده؟ عربون وصال وفتح سكه محبه وربط كلام. ومش شايف ان الطريقه دي قديمه شويه؟ اصل انا غاوي طرب اصيل. يعني ناوي تغني عليا؟ لا يا حبيبي، ماليش فيه. ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود. وماله، نقضيها وانت ونصيبك بقى، يا تبقى ابيض يا تبقى اسود. يتوب علينا ربنا. باي. أنا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني.
أنا عايز أضمن إني ما ترميش في الشارع. أنت بالشكل ده بتهدي كل اللي بنبنيه في علاجك. إحنا كل ما نتقدم خطوة نرجع 10. ليه كده بس؟ مدام كرامة، انت في حاجة عايزة تقوليها ومكسوفة؟ يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل. يا بنتي انت ست مكتملة الأنوثة وحلوة كمان. كرامة يا بنتي، الأنوثة مش دلع وكلام معسول، الأنوثة هو إحساسك بنفسك، إحساسك بذاتك. ساعات بيدلعني وبيبقى لطيف قوي معي، وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني. أفهم من كده إنك شاكة إن جوزك على علاقة بحد تاني غيرك؟ صرحيني عشان أقدر أساعدك، ها؟ يا ريت تثقي فيا، إحنا قربنا قوي. صرحيني يا بنتي، إنتي خايفة من إيه؟ اتكلمي. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حاكم الصيد ده موهبة من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيرة كنت احب اجري تحت السما وافضل باصة للقمر وابقى شايفاه كده هو بيجري وراي. كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانة قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسة ان انا لو شبيت شوية هلمس القمر زي كده. غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى غاوي اساسا. واللي يجي بالبحر. وانت دماغك على طول حتفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حتفه شمال جت عليا انا بقى لعبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه، ولعبت لعبه الورق وجبتني هنا ليه. شوف أصلك أنت تحب تعمل كل حاجة بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازة مفروضة عليك. مفروضة عليا؟ ولا مؤاخذة يعني ما عندكوش مراية في بيتكم؟ أصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى. عاملة كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وأنا بقى مفصلة من دول. غريبة أنت برضه. أنا شوفي يعني شفتك كم مرة لحد دلوقتي، يعني مرات قليلة بس، يعني بعض سواعي كده أشوفك حاجة وبعض سواعي تانية أشوفك حاجة تانية، يعني وأول مرة ما بقاش عارف أجيب آخر حد. محدش له آخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين، نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعة زمن بنعيشه. بس أنا بقى راجل ما أحبش حد يفرض عليا حاجة. العمروتي اللي هو ابويا كان شايف كل حاجه من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسيرته وانت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي ابوكي، انا عايز رأيك انت. اول ما اعرف هقول لك يا افندينا. يتوب علينا ربنا. ده دي صبت، ده بقى بيناش في الحالة دي. ما تبص بصة ولا انت لسه ما حسيتنيش سايبنا حبة وادوب في قلبك يا دوب سيبنا عيش. بص
حلفاؤك خانوك يا أفندي. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خلينا احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كل شيء صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براءة النوح فضلت وراها لغاية ما خليتها زي العجينة بين صوابع دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فندينا، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مرة ومن هنا مرة، هو بقى يفرفر في النص. يبقى نكب المرجيحة ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. انا شكلها مش قلت لك ضربة معلم؟ يخرب بيتك نشفتي دمي مرة من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي انتي بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رمانة ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا أخي من اللي أنا عايش فيه. هو أنا وحش قوي كده خميس؟ خميس 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 اصحى. هو أنا وحش قوي كده؟ مصيبة بدران لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني، شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ النهار ازرق على الدماغ الخفيفة، واحنا لسه ابتدينا، لا يا دوب خمس ست اطقم اللي شربناهم. الرجالة راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومة تعرف قيمة الدماغ كانت فكتها علينا شوية وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم 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 وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، هزم هزم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشه؟ طمنت على الاصوات؟ انت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجة صغننة قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى أكبر منك كمان. إيه خير؟ عندك أنت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة؟ زي حبيبنا اللي ضميره صحي. يعني يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. أهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. جعل آخر الأحزان إن شاء الله. يمكن أكشف حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ يعني محدش قال لي. ايه الاخبار؟ هقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مهام ابن اختي.
نقطك الصغيرة ولا الكبيرة؟ المتوسطة. آه يا ابن المتوسطة. إيه العبارة؟ ست شهور مالها؟ انت طاقة صاحبي خصك وبتنكش وراك كبير. آه صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوزة ساكنة في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مرة شفت معاها الست كرامة بس نسيت أقولك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطرة مرات براء النوح. مطرة مرات براء النوح. تعرف يا عمرودي انا في حياتي دي ما احترتش غير في اتنين وانت اولهم. ومين تانيهم؟ خميس. فارق يا حبيبتي، العمارطة ما بيحتروش في حد، احنا اللي بنحير. لما قربت منه واتكلمت معاه لقيت في حاجات كتير قوي شبهك. عرفت ساعتها انت ليه اخترته المشروع جواز. كويس قوي انك لسه فاكرة ان ده مجرد مشروع، وانا محبش اعمل مشاريع تفشل ابدا. طبعا على الاقل بالنسبة لك. اللي قولي يا عمرودي، اشمعنى يعني خميس اللي اخترته المشروع جواز المرة دي؟ شوف يا فارق حبيبتي، كل ملكة بيختاروا لها ملك يتجوزها من نفس الدم ونفس النوع وبيبقى ملكها، وانت بالنسبة لي ملكة هتورثي كل المملكة دي. عشان كده انا اخترت لك خميس، عشان عنده نوها وفاهم اللعبة كويس، وهيبقى من ايدك دي لايدك دي. صحيح في فرق في المستوى، انما احنا بنروض وندرب وبنرفع المستوى، وانا عارف كويس انك عمرك ما هتنسي ان ده مجرد مشروع. ربنا يستر. اوبا شيش جوه. الله ما تلعب. سبحان الله، ما الخير كتير اهو والرزق عمال موجود. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. ألف حمد وألف شكر. أنت بتتكلم عن إيه؟ ها؟ لا أنا قصدي كده، ما أحبش أشوف الرزق قدامي وما أحمدش ربنا. طبع بقى سيدو. شايفهم جاهزين للمزايا مش كده؟ إيه الحلاوة دي؟ مزاج الخير يا بنت الباشا. على فكرة أنا عارفة كل حاجة، وعارفة أنت بتشتغل في إيه وأبويا بيعمل إيه، بس أنا بقى برمي كل حاجة ورا ظهري. بقول انا مالي؟ عين العقل، عين العقل، الباشا ربى ربى. عايز الحق؟ انا ما عنديش اللي خاف عليه، عندي كل حاجه كده طياري، حتى روحي. انا امي ماتت هخاف على ايه بقى؟ ايه السواد ده؟ ايه الوش الغريب ده؟ انا ما عنديش وش تاني اعيش بيه. طب بقول لك ايه، ما تسيبك من حوارات المثقفين دي، تعالي نتكلم في اللي يخصنا. عايزين ننجز بقى، نتجوز يعني. مش قبل ما نتجوز نتفق الأول؟ نتفق، أسمع ونتفق. أنا عندي شوية شروط كده. شوية شروط؟ لا هما تلاتة. على البركة. أنا قلت لك إن أنا برمي كل حاجة ورا ظهري، بس في تلات حاجات معرفش أسامح فيهم. أولهم إنك تتجوزني صفقة، التانية بقى انك تكذب عليا، اما التالتة الخيانة. ايه ده، ما انت ناصح اهو، وعايزك تبقى متأكد انك لو خنتني انا لا هلومك ولا هعتب عليك. عين العقل. انما هخونك. لا رب رب يعني. وهتسلموا له البيت كمان؟ هو ده طار ابنك يا معلم؟ هو ده طار اخوك يا براءة؟ ولا خلاص اللي راح راح واتنسى ودمه راح حاضر؟ زيادة يا مطرة، سيبينا في اللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه يا معلم؟ خميس دخل البيت ودهس الكل برجليه وبرطع في كل شبر فيه، وانت واقف متسمر مكانك. فاضلك ايه؟
فاضلك ايه يا معلم؟ خلاص المصلحة عامت عينين الكل ودم الشهيد راح حضر. قلت بالزهر يا بطرة. بطرة مش غلطانة يا معلم، بطرة بتقول اللي جوه كل واحد فينا ومش قادر ينطقه، بتعرينا قصاد روحنا يا حاج، بتفكرنا بالانسناء. اسكت اسكت اسكت، انا عمري ما نسيت اخوك يا براء، ولا عمري دم ابني هيروح حاضر يا بطل. اذا كان كل واحد فيكم نصيبته في ايراد، فانا بصوتي 24 قريب ما كانش ابني وبس، لا كان ضهري ودراعي، كان عكازي وسندي. مش هيجي اليوم ان حد فيكوا يفكرني بيه، ولا انا عمري حنسى عشان حد يفكرني. طارو طارو في رقبتي الاخر لبس. مرسي. شكرا يا ايمن. واضح انك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان ايام ما كان في مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده انت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟ انت شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبت مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نتجوز. لا سلامة فندينا. تفضلي تفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي، انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حياتي؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قول لي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالي. اركبي. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده ايه يا ستي؟ التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجه زي كده. ايه اللي انت قلتيه اللي اخترع لي التوك توك؟ يا زوز يا زوز تعال. فوتنا بوري. عايزه حاجه؟ اصل افندينا موصلنا نعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه حاجه، انا عاوز اعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفه انا معرفهاش. ضيفه؟ طب بالاذن لافندينا يستعواني ولا حاجه. بالحضن يا ريحه الغاليين. ازيك يا طنط؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خير وكلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. الف سلام عليك. دي بقى يا ستي مس فريده.
بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. طوالي يا حاجه. يا لهوي يما، ما انا قاعده في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك معيرة كده ليه ولو يا جوزك؟ مفيش حاجة، زهقانة، قرفانة، أي حاجة. لا، الحكاية مش حكاية قرف ولا حكاية زهق. كل من بصتك في البلكونة اللي هتجيب أجلك. أديني سايباها لك، وسايبة لك الأوضة كلها. استني عندك هنا. أنا عايز أفهم في إيه؟ إيه الحكاية؟ ولا أنت فاكرة نفسك إنك كبرت عليا خلاص؟ أنت عايزة إيه مني دلوقتي؟ عايزة أعرف إيه في مخك؟ يوه يا بنتي يا ضنايا. ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتني يا حبيبتي. اقعدي يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي، والراجل اللي انت بص عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل اخاف عليكي يا ضنايا تترملي وانت لسه في عز شبابك. طفي من بقك يا ام، ربنا ينجيه من كل شر وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره. بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرا. طب بقولك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنت فوقي، خميس ده متجوز، مراته ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتني هتجننيني. أكيد هيتجوزها، أكيد دي عروسة. أمال هتكون مين يعني؟ أنا شفت أمه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان، كانت بتعينها، بس ده قالها عني مراته. ما هي لازم تعرف يا خايبة، دي كانت بتبصلي زي ما تكون بتواسيني. أعمل إيه؟ أعمل إيه يا رب؟ أنا كان لازم أسأله من دي، لازم أقوله جاية ليه؟ نفسي أتكلم بقى، نفسي أصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو اتكلمت هتكلم أقوله إيه؟ يا رب يا رب. مستوى العيلة مش قد كده. ها، انت كنت عارف انه متجوز؟ اوف كورس. وما قلتليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجوز اتنين، وكنت عارف ان هو هيقولك. امه ست غريبة قوي، انا خفت منها، بس مراته شكلها طيب وزي الأمر. يا فارق يا حبيبتي، أنت اللي لازم تحسمي الأمر وتاخدي قرارك. هتجوزه حتى لو كان على ضر. مبسوطة على الأقل، ما كذبش علي. ودي حاجة تستخبى، بس عايزك تفتكري أن أنت اللي خدت القرار بنفسك من غير أي ضغط مني. مش عارفة ليه لحد دلوقتي، مش يمكن عشان خاطرك؟ أنا قلت كده برضه، بس أنا بقى عندي شروط. شروط يا حبيبتي زي ما أنت عايزة. أنا عملت اللي عليا وحذرتك. فاكرة لما قلتلك إن اسم أبو سنة لازما يعيش، ووجبت معاك ياما علشان تتجدعني وبطنك تجيب، لكن ما حصلش. يبقى أنا عداني العيب وعملت الأصول. عايزاكي تعقلي وتركزي وتوزني الأمور صح. أنت لا أول واحدة ولا آخر واحدة جوزها يتجوز عليها ويجيب لها ضرة تعيش معاها. وفي الآخر أنت عايشة في بيت أفندينا، وكلها يومين ولا ثلاثة ونرجع للبيت الكبير
والبيت ده واسع والخيل ترمح فيه، ما انت دايساه وعارفاه، وفي البراح كل شيء بيتدار. اوعي عقلك يوزك تنكدي على جوزك لما يجي، عايزاه ما يفتكرش الا ضحكتك وابتسامتك وانك انت خايفه عليه، وتتمني له الخير والسعاده. بنات الاصول هما اللي يفرحوا الفرح جوازهم، وانت بنت اصول. ما تحولش الحكايه لطار شخصي، انت يمكن تكون اخطات مره او اتنين، لكن اخطر حاجه بتواجه ضابط الشرطه انه بيوصل للحظه ما بيعرفش يفرق فيها ما بين مشاعره وبين واجبه، وانت كضابط شرطه واجبك يحتم عليك انك تكون على الحياد تماما، حتى لو كان عندك مشاعر حب او كره لاي طرف من الاطراف. صدقني يا فندم، اللي بطلبه من سعادتك ده ملوش اي علاقه بطار بيني وبين النوحة او افندينا. الحكايه كلها انها خطه في دماغي نربك بيها السوق ونوتر بيها الناس دي، يخرجوا من الشقوق نعرف نوصل لهم. العمليات دي مكلفه جدا يا ياسر، وانت لسه. انا عارف يا فندم، بس انا المره دي هنبتدي بشكل مختلف خالص. احنا هنبتدي بالشقوق والغرز والدواليب، ضربه تحت الحزام للكبار يعني، وانا متاكد ان الضربه دي هتوترهم جدا. ده ملف يا فندم بكل تفاصيل الخطه. انا موافق يا ياسر، ربنا معاك. شكرا يا فندم. طلعت قد كلمتي؟ عايز الصراحة، لما كلمتيني بعد مكالمة رمان الأولانية أنا اتخضيت، وقلت الليلة دي شكلها فيها عوأ، وقلت روحي بلاش تروح. وإيه اللي خلاك تروح؟ مكالمة رمان التانية. مش فاهم. أصل أنت لما كلمتيني وتيجي خد بالك في كمين منصوب لك من براءة ورمانة، دورتها في دماغي كده، قلت لا، لو في كمين يبقى منصوب منك انت وبراءة. قد كده بتثق في رمانة؟ والله الايام دي الواحد ما ثقش في النفس اللي طالع منه. ماشي يا فندينا، اديني قدمت السبت، وريني انت بقى الحد بتاعك عشان ارتاح. خدي بالك، انا خرجت براءة من الحكاية دي عشان عارف انه مش هو المطلوب. عارف، وقريب قوي هيوصلك مني رد، ورد على عربونك. ماشي، وانا خدت براءة على حجري زي ما اتفقنا، ومستنيه بقيه الكلام. حلو، استمري بقى في السكه دي، وانا هقول لك بعدين تعملي ايه. ماشي يا فندينا. ولع يلا، وانا مستنياك. ماشي، مع السلامه.
لسه برضه عنده ومش عايزه تيجي معايا؟ مش رايحه يا ابو سنه. انا مش فاهم بس انت قلبه ليه على الجوازه دي؟ دي مش جوازه يا اخويا، دي اسمها جنازه. يلا في ايه يا شو؟ في ان خميس بالجوازه دي ركب ودلدل رجليه على الكل، واول واحد هياخد كتف هو حضرتك، وانت فرحان لي وبتتقنتك وعايز تروح تزفه؟ انت باين عليك سكيرتي. ماشي، خليك انت في النكد اللي انت فيه ده. هخليني يا اخويا، هو انا حاجه اعز من اللي مرميه جنبي دي ومحدش عبرها بكلمه؟ كرامه، هو في غيرها؟ دي البت قلبها مكسور، دمها سال، هنت عليها روحها، وابن اختك ولا هو هنا عايش لي الدور وفرحان لي وعامل لي فيها عريس، تقولش كلبه وترمت؟ خلاص خلاص يا شوق، ما عادش يجي منه. على رايك، ولا هي اول اللي ترموا ولا اخر اللي هيترموا. خليك انت بس في اللي انت فيه، ظبطي دماغك، انا اروح الفرح اعمل دماغ عاليه قوي وهجيلك. ها هسه جمال يا رب. كده يا بنتي كنت هتروحي فطيس، مش حرام عليكي روحك؟ وايه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع متداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني ادم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت، انا هقعد معايا. ماشي.
هاند عليكي روحك يا هبله، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد اي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. انا هساعدك بس انتي لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا، وانا وحياد ده ولا يبقى على ذكر لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, had to run from you. I'm in love with you. ربنا يتمم بخير. هيتمم ان شاء الله. اشتهى لنا افندينا براءة. مبروك يا عروسه. ميرسي. قال لك افندينا. ليه؟ سامع بعافيه ولا ايه؟ عن اذنك افندينا. عادي. مبروك يا باشا. ما يفوتكش واجب يا معلم. معقول؟ ده فرح زينة البنات وسيد الرجالة. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا براءة. ذوقك حلو يا معلم. ده انا كده هغير رأيي فيك. اتفضل اتفضل. شكرا. نوح مش ناوي يجيبها لبره يا حاجه. اطمن يا ابو سنه، اعلى ما في خيله يركبه. الخميس خلاص ركب الكل ودلد رجليه. معاك حق. هات يا جمال يا رب. انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله، مش انا اللي منقيها؟ يبقى لازم اهتم بيها. اوعي تضيعيها، اوعي تضيعيها. ده انا منقيها من وسط الف جوز. انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها. نعم. اقصد يعني لايقه على رجليكي. والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم. بقول لك ايه بقى، احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم، ده حتى يبقى فال وحش ولا ايه؟ انت عارف يا خميس انا عايزه الف البلد دي حته حته بس من بدري.
ما احنا هنلف هنلف، انما الليله دي في كلام تاني. ايوه صح، انت عارف يا خميس، قصدي هو انت اختارت البلد دي ليه يا خميس؟ قضيها بقى راغي، ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك. الله، طب هو انت عايز ايه يعني؟ سلامتك يعني. الله يسلمك. احنا هنستهبل يا بنت كده، هنخش في وقت الذروه والزحمه، والزحمه هتبقى شديده قوي والشمس هتقور نفوخنا. خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمه. طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله. ليه بقى يا خميس؟ هو انت هتاكلني؟ اكلك ده ايه؟ انا هحلي. اجيب لكم منين؟ اجيب لكم منين؟ ايه بتاكلوا في قطه محلوله وما انتوش دارين؟ انت ايه هتتبطل على نعمه ربنا يا مغاوري؟ كل يوم هات هات هات، انا عايزك على بنك. هات ايه؟ كل ده عشان بقول لك عايزين كيلو فاكهه للعيال النهارده؟ النهارده كيلو فاكهه، وامبارح كيلو بسبوسه، ايه؟ ما اللي جاي على قد اللي رايح. رايح على الهباب اللي انت بتبلبعه، على كل شويه برشمش اشكال وانواع لما خلاص لحد دماغك. يا نهارك اسود، انت هتتدخلي كمان في مزاجي؟ ما انا ببلبع البرشام عشان ما اشوفش خلقتك، اوعى. يا مغاوري حرام عليك يا اخويا، انا عايزك تفوق، حرام عليك يا مغاوري. حرمه عليك عشتك. بقول لك ايه، تدفعي تاخدي عيالك وتغوري في 60 داهيه عشان انا لا طايقك ولا طايق عيالك. شاير كل يوم على الحال ده ولا ايه؟ تضطري نكد بقى. بعدين يعني انا ما ضربتكيش بالنار عشان تقعدي تقوقي كل الليله كده. عندك شو دعوه بيا؟ اصل طاقت انا حر. حياك الله يا بشاير، ما تزعليش مني. سليم تشد شعري وتمد ايدك عليا وتقول لي حقك عليا. بصراحة يا بشاير، أنا أول ما شفت الشريط برج من نافوخي طار واتجننت. أنت يا بشاير، أنت وأنا كانش عرفني إنه بيه. أنا قلت لك إني باخده عشان يسندني في الوقفة في المطبخ والجري ورا العيال وأمك. وهم، والله العظيم وهم يا بشاير، وفي الآخر مفيش أي حاجة. كيمياء كيمياء، وعارفة بيأثر على إيه؟ بيدمر المخ وبيفرتك الجهاز العصبي يا بشاير. إيه؟ راحت فين دماغك يا بشاير؟ طب ما أنت أخدته قبلي في اليوم اللي كنت فيه تمام، ولا أنت فاكرني مش عارفة؟ بشاير أقول لك بقى، بلاش نفتح، خلينا ندخل نتحسن. بشاير بشاير، هتقومي نقعد مع بعض شوية، نرغي شوية. هي طالبة معايا رغي دلوقتي. بقول لك ايه، طب ما تاخد ربع كده عشان القعدة تحلى وبقى وتطيرني. ربع ربع. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا لا، ده احنا اتحسننا كتير قوي. الحمد لله، شكرا على الورد. عجبك؟ ده عباد الشمس اللي بحبه. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم كده على الصبح يلاقي الورد اللي بيحبه. بس حضرتك عرفت منين ان انا بحب عباد الشمس؟ بصراحه انا ما عرفتش. مش فاهم. انا اتغششت. منين؟ غمض عينيك وهتعرف حالا. ادخل. فتح عينيك. مريم. ازيك يا شادي؟ ازيك يا مريم؟ الطقس ملبد بالغيوم واحتمال سقوط امطار، انما انا عارف ان العيال بتوع الارصاد دول في كنافه، بيقولوا هي كنافه.
والحقيقة إن الدنيا ربيعة والجو بديع مقفول كل المواضيع. يقفل 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 يقفل. أنت جاي تهزر بقى ولا على بالك؟ الله، وأنت جاي وراكي حاجة تانية يا حبيبتي؟ ما هو الراجل لازم يهزر في شهر العسل، وكل ست من حقها تنكد على جوزها لما يسيبها في شهر العسل. يا حبيبتي أي حاجة تتعوض إلا أيام شهر العسل دي، مش ممكن. يا سلام، أنت بتقولي أنا كده؟ قولي نفسك. طب اعتبرني قلت خميس بطل برود، أنا مجنونة وأنا أموت في الجنان. إيه ده؟ خميس ما تستفزنيش يا حبيبتي، ده أنا محضر لك وردية فسح هبل ما تحلميش بيها. اسمها وردية؟ اسمها بروجرام. بروجرام؟ مش دي سندوتشات؟ ما علينا، احنا نشيل الاول بس. يا خميس تعالي هنا. تعالي يا خميس. تعالي هنا يا خميس. تعالي هنا. الفرخه دي لازم تخلص. الحب هو الحل. البني ادم لما بيحب بيحس ان هو عايز يشب عشان يوصل لافضل صوره علشان حبيبته. وجود مريم في حياه شادي في الوقت ده هيخليه يتمسك بحياته اكتر ويستقبل العلاج، مش كده؟ اه طبعا كده. حسك مش مقتنع. لا بالعكس، انا مقتنع جدا، لان ده اللي حصل لي من كام يوم. رجعت البيت لقيت بشاير بتعيط، حاولت اقرب منها واعتذر لها على اني مديت ايدي عليها. تعرفي اول ما قربت منها حسيتها قوي، وحسيت انها احساني جدا. كانت لاول مره تبقى مصدقاني قوي، سمعاني قوي. للاسف الشديد ان كل حاجه حوالينا النهارده بتتسابق علشان تحبطك، واول وسيله عشان الهدف ده ينجح هو ان الحب يتحول لكلام فارغ، لكماليات، شيء ملوش اساس، اي حاجه ضد الحب وخلاص. ياه، فكرتيني يا دكتوره، انا كنت قربت انسى خلاص. صدقني يا حضره الضابط، بلاش حكايه ضابط دي بقى. صدقني يا اسر بيه، يمكن الحب هو اخر شباك مفتوح في الاوضه الضلمه اللي احنا مرميين فيها دي. ممكن. حاضر حاضر. يو جنب الباب. مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الاول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل. بس انا مش فاهمه برضو، انتوا مين وعايزين مني ايه؟ انا مش مهم، لان انا وسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين. كرامه مراتي خميس افندينا. انتي كرامه؟ كويس الحقي، دي طلعت مطلعة على العيلة كلها. بس أنا برضو مش فاهمة أنتوا عايزين مني إيه؟ أصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، وجم وزوا في ودن الست الطهرة دي، وقالوا لها يا أختي إن جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى إيه يا حبيبتي؟ في إيه؟ مالك داخلة عليا بزعابيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحة كده عشان نعرف نعمل الواجب، المراف السعد. يا اختي انت هتضلي قاعده لي ساكته لي كده اهو، ما تقولي لها انت عايزه تقولي ايه، ما تعملي حاجه. ايه برد ده؟ انت لسه هتشاوري؟ اسكتي خالص. بتقولك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقددي. واذا كان على مزاجسي خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لم روحك ولم تعبينك احسن لك، مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خير يا رزق، في ايه؟ الواد شفاعه مدبقك ولابدلك في الدره. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحاره مثلا وشويه هفلطه فارغه كده. هو الواد عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي، تشكر يا رزق.
انا النهارده بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك، اي حاجه تعوزها اديني بس رنة وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ 1 2 3 4 أنا قلت حلاقيك في المطار، أرجع كمان البيت ملقاكش؟ بجد؟ سفرية إيه دي؟ ماشي، بس لازم تيجي الليلة. باي يا حبيبي. طب يلا قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت، ولما هو يرجع من السفر يبقى يجي لنا. بقولك إيه يا خميس؟ ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل بيتك. ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت. انجزي بقى، عايز اشوف الحاجه وحشتني. اصلا انا حاجتي هتاخد وقت طويل شويه. بليز يا خميس، والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم. ماشي ماشي يا بنت الباشا، ماشي يا حبيبي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي. خلطه جديده عاملها يا فندينا، هيرشها في السوق ويبدرها في كام يوم. سرها مع ابو سلمى. السفريه دي عشان يجيب الاصل ويضربه هو هنا. استاهل بقى اللي في الشنطه دي ولا الكلام ما ياكلش؟ لا لا لا، بياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا. الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنيه للاجيال الجايه ان نعرف الطبخه دي بتتعمل فين وازاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا ده كلام تاني.
محتاج رؤى وروقان. احلى عيشه واحلى رؤى واحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب يا معلم انت هتسيب له البيت مش كده؟ لا مؤاخذه معلم، انا بسالك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. ببني فيلا هناك بس لسه قدامها شويه، وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعه. فكرتني، ده انا محتاج يومين دول كل قرش. لا لا، ما انت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. امال ايه؟ لا احنا بس عشان اجي لك يا معلم هناك يعني، ونقعد مع بعضينا ونروق الاناني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى كنا عملت تحرياتي وجبت لك المفيد، بس كله بتمنه. وانا تحت امرك، وبعرف ازاي اقدر الرجاله. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم، اجمل حاجه في المتر بدران انه مش مالي. بتعدهم يا بدران؟ لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا ماما، وحشتيني. معلش اتأخرت عليك شوية عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده. ولا الرحلة جت بفايدة؟ كله بفضل دعواتك يا حاج عسل. الحمد لله على السلامة يا فندينا. الخال الخال، جبت لك اللعلب الذهبية. وحشتي وحشتي، وكمان وحشني. تعال سلمي يا شوق. الحمد لله على السلامة. يو، ما تحب على ايد فندينا يا بنت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس، هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجة في البيت ده، وأي حاجة. ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده، ياه، ورفضوا تراب الكسرة على هدومكم قبل ما ننقلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا خال، نضيف نضيف. يا ريت يا ابو جمعة. يا زمن، بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة دم اللي راح لا
تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك، وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. ما قلنا ما تشعلقيش في الحبال الدايبة، اخرتها كسر نفس وقطم رقبة. ما صدقتنيش. انت بتتكلمي على ايه؟ على حبيب القلب يا حبيبتي، اللي طار واتجوز وهج من الحارة ورجع لاصله. بقولك ايه، ما تسيبيني في حالي والنبي. محلك ده يا بنتي اللي تعبني وقهرني. انت مش شايفة شكلك عامل ازاي؟ لا بتاكلي ولا بتشربي، حتى كتبك كمان ما بقيتيش تذاكري فيها، وطول الوقت مش على قلي في البلكونه. انا عايزه افهم، انت مستنيه ايه تاني؟ باخد نفس يوم، بلاش اخده كمان، مستنيه شويه هوا يفتحوا صدري ويدوبوا التلج اللي على قلبي. يا بنتي المفروض الجوازه دي فوقك، مش تخليكي بالشكل ده. ده انت عودك لسه اخضر، ما شدش حيل في الدنيا، عايزه تقطعيه بدري بدري ليه؟ يوه وادي الاوضه سايبها لك كمان. انت يا بنت، انا بتكلم معاك يا بنت. انت انت يا بنت، لا حول ولا قوة الا بالله. انت سايباني يا بنت ورايحة على فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش بتكلم معاك بالراحة يا جماعة، مش كده بتزعقوا ليه؟ مش عاجبها كلامي. يا مرحميني، هو انت في حد مسلطك عليا؟ شايف البنت بتقول ايه؟ عيب بقى، عيب كده، الجيران كلها سامعة صوتكوا دلوقتي. ما انت شايفه الشبع عامل ازاي؟ ده اتمعد بقى زي اللقمة. روحي اعملي لنا حاجة نشربها. روحي، تعالي يا بنت، تعالي تعالي، عايزة في حاجة كده اكلمك كلمتين. اقعدي اهدي. شوفي بقى يا بنتي، انا بصريح الحوار بابا، انا مش حامل النصايح ولا انا قد مواعظ، امي مكفياني من كل ده بصراحه. كده امك خايفه عليكي. امي مش حاسه بيا، انا تعبانه مخنوقه، مش طايقه روحي ولا طايقه اي حد. حسوا بقى بيا شويه. صدقيني يا بنتي امك عندها حق، وبعدين حكايه جوازه خميس دي خلصنا من جوازه خميس، سيبوني بقى في اللي انا فيه. والله العظيم، والله العظيم قلبي بيقول لي ان البيت دي فيها حاجه. بنتك مجروحه يا ام فتنة، وقلبها مكسور. قلتليش يعني على حكاية الحبوب اللي هتصدرها وترجع تستوردها تاني دي؟ فما عليك برضو، ما قلتليش على حكاية السلاح اللي في ايد الجميع اللي هنا. انت فاكر يعني اي حاجة ممكن تيجي ناحية الناس دي وانا ما خدش عنها خبر؟ طبعا لا، انا عارف انه لازم تعرف.
امال ليه بقى عايز تلعب بعيد عني؟ يا باشا ده مؤاخذة بقى، احنا نسايب يا باشا، احنا ماشيين في ظلك، دي سبوبة تفاريح كده. سماح المرة دي بسك منك جوز بنتي، بس خليك فاكر مفيش زنة ناموسة ماخدش عنها خبر. كرتونة مبيد لأي ناموسة تقرب ناحية ودن الباشا. ده نهزر، ده مين رايك في حوار الحبوب؟ حبوب بتاعت الستات حلوة، دي مساهمة إنسانية مننا في حل المشكلات بين الزوجين، وهدفنا نحل كل مشاكل الجنسين. وأنا ليا مزاج أبات في بيتي النهاردة يا خميس. وأنا سفير المزاج العالي. الحقي يا حاجة، الحقي الحقي، نصيبة نصيبة. مالك يا ولية على الصبح؟ خبطت على المعلم ابو سنة عشان اقول انك عايزاه زي ما امرتيني، ما حدش رد. يمكن لسه نايمين. نايمين ايه يا حاجه؟ ما انا رحت فاتحه الباب ورحت داخله ما لقيتش حد خالص في الاوضه، ولقيت الدواليب كلها فاضيه زي ما يكونوا هجوا. ايه هجوا؟ فتح علي مرزاق يا كريم، انت سمعت ايه بالظبط؟ اللي اسمها شرابيه دي صوتها كان عالي قوي، عماله تنادي على الحاجه وتقولها مصيبه مصيبه، بس انا مش عارفه في ايه، وجرس البيت كان عمال يرن، الظاهر ان في حد قاعد مع الحاجه تحت. ايه جو الافلام ده على الصبح؟ طب انا هنزل اشوف في ايه. وزي ما سعادتك شايف نتيجة التحريات متحدد فيها أوكار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. وده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، الزمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها وغيرها. واضح ان انا لازم اكرر المحاوله مره تانية. محاوله ايه سعادتك؟ المحاوله اللي كنت بداتها وللاسف ما كملتش، كان نفسي تجيب نتيجه. مع مين؟ قول لي علي. الواد مغاور رجع من الاجازه ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. ايه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الايام بتجري. طب اسمع علي، تعد وتغطس تجيب لي مغاور في العنوان ده الساعه 5. تمام ساعتك. خد ياخد عدوينك يا ست الكل. الكلام ده ولا يخش نفوخي بنكلة. نكلة شوق دي حية، ولسانها تلف حوالين رقبتها وتحزن بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بدور عليها. بس لازم نحرس يا قميص. لا يا أمّا لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مدة، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خلاه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحقيقة اللي انت بحذراني منها بعتم لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركة، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينا، لا مؤاخذة ست الحاجة. في أزوز. هنا في البيت؟ وده إيه اللي جابه؟ هو مين يا خميس؟
تقلقش انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. افتكر يا خميس اني جيت لك اكتر من مره وكلمتك اكتر من مره وقلت لك انا بعمل كده ليه وبحارب ايه، يمكن تسمعني وتفهمني. يا باشا انت بتحكي في حكايات وحوارات انا ماليش فيها. برشام ايه وكلمه ايه؟ ما قلناها المعاليك قبل كده، احنا بتوع مزاج وبس. عايز معسل من عينيا، احلى توليفه تكون عندك. ده لو ليك فيه ملكش، كل واحد فينا يروح لحاله. بص يا خميس، انا بديك فرصه عمرك، انا مستعد امحي تاريخك كله واقطع كل ملفاتك وتبتدي صفحه جديده على بياض. نجي روحك. استغفر الله العظيم، المنجي هو الله ونعم بالله. لا اله الا الله. بس السكه اللي انت فيها دي يا خميس كل يوم بيزيد فيها اعدائك ومنافسينك، واخره الخط عمره بيتقصف. محدش بيموت ناقص عمر يا بيه. لا، في العالم بتاعك وده الكل بيموت ناقص عمر، بس الموت اللي انا اقصده مش الموت اللي مقدره ربنا سبحانه وتعالى. حاشا لله حاشا لله لما قدره مكتوب. الموت اللي انا اقصده موتك جوه روحك اللي انت شايلها على كفك في وسط سوق ما بيرحمش، والرصاص متنطر حواليك وناره تحت مخدتك مش عليلة. اللي اصعب من الموت يا خميس انتظاره. تطلع يا باشا التلفزيون وتقول انت بتقول حلو قوي، حلو حلو، واليومين دول بتوع الاوله دي يومينهم يعني، الناس يا اخويا بتقعد مطرطقه قدامها بالساعات. لما الله يا ارزاق ارزاق يعني مفيش فايده. يا باشا انا بعمل خير في البشريه، بعمل خير للبشريه. قدروا بقى بعد اللي زي معاليك ما يطلعوا التلفزيون ويقولوا الكلام المكعب اللي مش راكب اللي معاليك قلته ده، والناس دماغتها تتشقلب بحوارات مفكوكه. قوم يقول انا اخر الليل كل واحد فيهم يضرب له حجر معسل معسل ويزيح. قوم الدماغ تتظبط وترجع لمطرحها والكلام يبقى رزين. قوم الناس يقولوا لبعض بحب مزاج الخير يا باشا. يعني برضه مفيش فايدة. بس افتكر يا افتكر انت انك قاعد هنا في ضيافتي دلوقتي، مع انك دهست حرمة بيتي في غيابي، وانا مش ناسي. خطوة عزيزة. نورت يا بيه. عزوز، عايزه تفهمي ايه يا كرام؟ عماله تلفي وتدوري حواليا، قولي لي يمكن اريحك. مش عايزه تفهميني؟ طب شاوريلي. أنا لحد دلوقتي مش عايزة أقول لخميس إن أنتِ اللي بتصنطي علينا من ورا الباب، عشان أنتِ عارفة هيعمل فيكي إيه. إيه ده؟ إيه اللي أنتِ بتعمليه ده؟ أنا مش فاهمة منك حاجة. يا كرامة، أنا حاسة بيكي. أنا طيبة قوي، بس يوم ما حد يدوس لي على طرف حمحيه خالص من على وش الدنيا. خلينا أصحاب أحسن. تخفي يا بنتي من الشرب ده. ايه ده يا ست هنا؟ اسأل المدام. Thank you.
بيتك. ده انت انحرفتي وانا مش داري. خمره خمره يا كرامه، ده خساره يا كرامه. انت مش تشربي لك سيجاره حشيش توزن لك مزاجك وتعدل لك دماغك، انما خمره وزغطه كمان. الله 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 الله. مطواحي مطواحي مطواحي، يالله يالله بكره هجيبك من على النواصي. مطواحي يا كرامه صحيح، ياما في الجراب يا حاوي. قصدك ايه؟ عايزه ترجعي؟ رجعي يمكن تفوقي. الحاوي ماله؟ في حاوي تحت؟ أم أنا حاوي؟ أمي حاوي؟ شفت الخمرة بقى؟ شفت الخمرة؟ يخلي عندك تهيؤات ازاي؟ افتكرت إني أضربك، شفت الخمرة؟ مالها أمي يا كرامة؟ مالها أمي؟ قالت لك ايه؟ وخاف اوي وبدات تخطرف. الظاهر الجوازه كانت نفوخه. شوفي لها حكيم ياما والنبي يدوبك ثواب فيها. دي بقت بتشرب خمره. قالت لك ايه يا خميس؟ قال شافتك وانت ماشيه على رجليك يا قال. قلت لها يا ريت، واحنا نكره؟ ده انا ادفع نص عمري واشوفك واقفه على رجليك ياما. والظابط ده كان عايز ايه؟ بيعس فكرة ده يوصل لحاجة. سيبك منه يا أمه، والنبي ده عايش في دنيا تانية. خد بالك يا خميس، لازم تحرص، الحكومة نبهة أزرق. وهي الحكومة فاضية لنا يا أمه اللي من دول؟ الحكومة في إيه ولا في إيه؟ ربنا يكون في عونهم، ده أنا بفكر أساعدهم والله. انسي. هي حصلت يا كرامة؟ خمرة؟ وفين؟ في بيت هنا؟ أفندينا؟ هتبطلي التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباكي عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل.
وطبعا انت ست العارفين وعارفه انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايله واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتي. وهقولك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون، العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية، لو تحب تعرف النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد، وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، أنا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وأنا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانة تمنها موت. ارحمني يا أبو خميس. ما كفكش هوان ولساك عمال تعيط زي الحريم. الرحمة يا ضوية، ده أنا أخوكي. في شغلتنا الرحمة خيبة تكسر صاحبها وتوصله للي أنت فيه، وزي ما قال أبو خميس تمن الخيانة الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا يا ضوية. يلا يا خميس. عرفت ان انا محوطاكي حتى في منامك، لو عايزه تحصل ابوكي ارمشي بس بعينك وقولي اللي شفتيه، وساعتها هتموتي بدل المره الف، بدل المره الف. الكلام اللي بتقوله ده بدران، خميس اللي قلب عضمه لسانه ساعتك. خميس يعمل كده؟ ده اللي حصل معاليك، كان لازم ابلغك. خميس كان فاكر انه هيحط العمروتي باشا في جيبه بجوازته من بنته، ما يعرفش العمروتي باشا ممكن يعمل فيه ايه. بتاري البت زفته رمانه مختفيه. مختفيه ازاي معاليك؟ المالت دخل عليها ملهاش، تلاقيها في المستشفى عشان قالها تنزل البطنان. وبعدين معاك يا بدران، ما بلاش السيره دي يا اخي.
انا اسف مع عليك، عارف الموضوع ده، بس الخميس بقى هنعمل ايه؟ سيبني لوحدي دلوقتي يا بدران. امر عليك سعادتك، تؤمر واحنا ننفذ اللي انت عايزه سعادتك. اخص عليك يا خميس تعمل كده في الباشا اللي لحم كتافنا كلنا من خيره. ما تمشي يا بدران. حاضر سعادتك. منابك يامه، منابك يا كرومه، هاتيلي رغيف. وده بقى منابك انتي. اما ده مناب افندينا. ايه مالك؟ حاسه بألم فظيع في معدتي من الملط اللي انتي لابساه ليل ونهار. لا لا، انا حاسه ان الاكل ده فيه حاجه. الأكل في حاجة؟ حاجة ازاي يعني؟ مش عارفة. أنا هقوم. لا اقعدي، وهخلي شرابية تعمل لك حاجة سخنة. لا لا، أنا مش قادرة. طب استنى أجي معاكي. لا أنا كويسة. طيب. الكلام ده صحيح يا دكتور؟ طبعا يا حاجه، بس انا ما رضيتش اقول لك الا لما اعمل لها اختبار الحمل واتاكد. تسلم يا وش السعد، تسلم يا وش الهنا، تسلم يا دكتور. شربيه. نعم. بل الشربات، واول كوبايه يشربها الدكتور. طول عمرك يا حاجه. تسلمي لي يا حاجه. مفيش داعي للشربات يا حاجه، اهم حاجه من بكره تجيلي عشان نكمل بقيه التحاليل. طلباتك اوامر يا دكتور، بس لازم تشرب الشربات. امرك يا حاجه. الحمد لله بيضت وشي يا رب. الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ايوه ايوه انا عايز حاسب دي، وعايز شويه كده يعني. قولي نفسي في حرنكه شي خميس، نفسي في سيخي خميس، حاجات الوحم دي توحمي براحتك. هتصدقي لو قلت لك ان انا عشت عمري كله مستني اللحظه دي؟ طبعا هصدقك، عشان انا عارف الحكايه دي مهمه قد ايه بالنسبه لك. عايزه راجل من ظهر راجل. ليه بقى؟ وما تنفعش بنت؟ لا 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 لا، بنت ايه؟ لا انا اقصد يعني كل اللي يجيبه ربنا حلو طبعا، انما انا نفسي في واد. وانا كمان نفسي في ولد يكون شبهك. خلاص بعد ما نجيب الواد هاتي دستة بنات شبهك. ليه بقى؟ هو انا ارنبه؟ لا أمر 14. حسن يا خميس، معايا يعني يا شو؟ يعني رجلي على رجلك يا عينيا، يعني مش هتروح في حتة غير وأنا معاك. دي قعدة رجالة شو؟ طب وفيها إيه؟ ما أنا هبقى قاعدة في حما جوزي، سيد الرجالة. يا أبو سنة أنا ما برتاحش للنوح. وابنه نبو أزرق، مش عايزاهم يحسوا إن أنت لوحدك. يعني أنت اللي هتحميني؟ فشل. ده انت تحمي مدورية بس، يعني لو عين واحدة كفاية كان ربنا ادانا التانية ليه، وايد واحدة ما بتسقفش. ايوه شو، بس شكلي هيبقى شكلك 100 فل وعشرة. وبعدين معرفش ليه يا اخويا انا حاسة كده ان في الليلة دي هيبقى ليا موقف جامد. ايوه خلينا بقى نقب على وش الدنيا ونخلص بقى من الركش اللي احنا فيه ده. مش يلا بينا يا سيد الرجالة، أحسن نتأخر على الرجالة. تعالى. ده كلام يتقال برضو؟ أما أنت بنت رأسة بصحيح، ما تمرش فيك الحلية وطيبة القلب. أمال مضايقها عليا كده قوي ليه يا معلم؟ بحبك يا بنت وبخاف عليك. الله، هو الواحد لما يخاف على جماعته تسموها خنقة ولا حبسة؟ أما أنت استطعت عليكم شوية حاجات. بص يا معلم، انا طول عمري عايشه خدام، بستحمل شخط دي ونطر ده، ما دقتش طعم الحلو لما جيت بيتك.
ودلوقتي بعد ما بقيت مراتك تعاملني المعامله الوحشه دي يبقى حرام عليك. لو لسه يعني يا اخويا شايل في قلبك من ناحيتي حاجه قولي، وانا اجيب لك مصحف واحلف لك عليه اني ما بعملش اي حاجه وحشه في حقك والله العظيم. يا بنت يا بنت، وانا يعني محتاج حلفانك علشان اصدقك؟ ده انت بنت عبيطه قوي يا بنت. انا من طلت عينك اجيب اخرك، ولا تكونيش فاكره نفسك ناصحه وتقدري تضحكي على النوح. فشر يا معلم، ينقطع لساني قبل ما اقولها. مش هيلحق يا روح المعلم، مش هيلحق، لان يومها السر الالهي هيطلع ويسلم الامانه لصاحبها. ايوه كده، ابلع ريك قبل ما ينشف تلاقي روحك في الطب. صلت ملط اللي تؤمر بيه يا معلم. يبقى نعمل ايه بقى؟ تبوس ايدك وش وظهر وترضي باللي حرمهولك. حاضر يا معلم. ناولي العصاية. والله زمان يا ست شوق. ما انت عارف بقى يا معلم، الرجل بتلف تلف وترجع مكان ما بتحب. مش تخلينا في الشغل احسن؟ انا شايف كده برضه يا معلم ابو سنه، احنا نخلينا في الشغل احسن، نلخص يعني وننجز ولا يا حاج؟ انت قلت يا معلم انك عارف خبايا المصلحه اللي بيحضر لها خميس. حصل. بس ما تاخذنيش في كلمه يعني يا معلم ابو سنه. انت دلوقتي بينك وبين افندينا مشاكل، يعني ممكن جدا الحاجات اللي انت تبقى عارفها تتغير. جايز ممكن نغير الميعاد، نغير المكان، انما الكلام نفسه مش هتغير. طب ولازمته بقى معلم ابو سنه كلام من غير لا ميعاد ولا مكان؟ طب انا عندي بقى الحل اللي يجيب الفايده كامله. وايه هو بقى الحل يا معلم؟ انت لازم تتصالح مع خميس. ايه؟ الصالح؟ وتيجي منك انت يا معلم نوح؟ انا صالح مع خميس؟ لا، اذا كان ده الكلام اللي عندك يبقى كل واحد فينا من سكه. استنى بس يا معلم. استنى ايه يا شوق؟ ده كلام رجاله مالكيش دعوه انت بيه. بالهداوه بس يا معلم ابو سنه، بالهداوه، اسمع الكلام للاخر. هداوه ايه؟ ما انت سامع ابوك بيقول ايه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط يا معلم؟ ومين قال ان المعلم ابو سنه هيروح لحد خميس؟ امال مين اللي هيروح له؟ انا؟ اسم الله عليكي واعيه، طول عمرك واعيه وترقصيها وهي طايره. لا يا معلم نوح، لا انا ولا مراتي معتبين بيت خميس. هو في ايه يا معلم؟ انت بتمتحننا هنا ولا ايه؟ عيب عليك يا ست شوق، ما عاش ولا كان اللي يقول كده، ده مجيتك ومجيت المعلم ابو سنه على راسنا من فوق ولا ايه يا معلم؟ المعلم النوح قصده خير يا معلم. خير؟ هيجي منين الخير؟ هيجي منين الخير بعد ما نطاطي وندوس على كرامتنا ونروح لخميس بعد اللي حصل؟ معلم، خميس مراته الجديدة حامل. ايه؟ حامل؟ ايوه حامل، حط الباشا في جيبه وطواف عبه. ولو ده حصل يبقى رحنا كلنا بلاش. ايوه، ايه الفايدة من مروحنا برضه؟ الفايدة في الخبر التاني يا معلم ابو سنة. وايه هو الخبر التاني؟ رمانة كمان حامل من خميس. رخرة؟ عشان دي آخر مرة هتشوفني فيها. إيه اللي حصل؟ كشفوكي؟ لا، أنا اللي هكشف روحي عندهم وهقول لهم. تقولي لهم إيه؟ هقول لهم على الاتفاق اللي بيننا. ليه؟ عشان ما شفتش منك غير كلامه بس يا خميس. طار جوزي كل يوم بيلف حوالين رقبتي اكتر من الاول. قلت لي انك هتخلصني وما خلصتنيش. خلاص هقول لهم بقى وتخلصوا على بعض واخلص معاكم. اهدي عليا بس، ما تاخدينيش بالحامي كده. اهدي عليا، هوفي بوعدي انما في وقته. امتى وقته؟
اصبري عليا بس اليومين دول حكايه الخلم لخبطاني على الاخر. اسمع يا خميس، اخر الكلام اللي بيني وبينك، لو ما خدتش طار جوزي طاري هيبقى عندك زي ما هو عند النوح بالظبط. سلام. مع السلامة. الحقي يا حاجة الحقي، ست شوق جت. شوق؟ ودي ايه اللي جاب؟ في ايه يا شوق؟ كرامة؟ قاعدة لوحدك كده ليه؟ ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ صدقيني يا كرامة، أنا مش عايزة أكون سبب في أي حاجة توجعك. هو انتي زعلانة إني حامل؟ انتي خايفة مني؟ بتكرهيني؟ أنا عرفت من شرابية إن انتي كنتي بتروحي الدكتور. بطلتي تروحي الدكتور من بعد ما اتجوزت خميس. ليه يا كرامة؟ هو انتي بتتعالجي عشان نفسك ولا عشان أي حد تاني؟ هو انتي مش عايزة ترجعي تتكلمي تاني؟ خلاص والله انا بنت حلال مصفي اني اشوفك قبل ما امشي. يا اهلا بمرات الغالي وام اول حفيد هيفرح عيلتنا ان شاء الله. اهلا بيك. انا شوق مرات الخال، فاكراني ولا نسيتيني؟ لا فاكراكي. ازيك؟ الحمد لله. بنتي يا كرامه ينيلك، انت لسه يا بنت متكومه زي البقجه؟ ما وحشتكيش؟ مش عايزه تقومي تسلمي عليا وتاخديني في حضنك؟ هي خايبه كده هتفضل طول عمرها. طب اسيبك انا بقى. لا تسيبينا، ده ايه؟ ده انا جايه لك مخصوص عايزاكي في كلام يخص. اقعدي بس، مش عايزاكي تجيبي سيره ان انا اللي قلت لك الكلام ده. انا قصدي مصلحتك، ومش عايزاكي تترمي رميه المحروسه دي. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ انا خلاص ما بقتش عايزه حاجه خالص كده. كويس قوي. الحكاية مش حكاية عيل ولا ورقة، الخيانة إحساس بشع والإهانة إحساس أبشع. أنا فعلا لازم أعمل كده وحالا. على فكرة يا عمروتي، رمانة ما نزلتش البيبي. عموما انا بعت اجيب. اللي افتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاه. رمانة زي سعاد، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها في ظل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من الراجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. المالت كان سكينة في إيد الباشا، والباشا مخ في راس أفندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس، العمروتي هو اللي بعت الملط الرمانة صح؟ وانا جريت عليها عشان الحقها، قلت احميها وارمي الملط في السجن يمكن اكفر عن ذنوبي. خدت النجدة معايا، اكتشفت اني بسلمها بهدايا للبوليس، وهي بصالي بعينيها مش فاهمه انا معاهم بعمل ايه.
انت اللي بعتني لعمروتي وقلت لهم رمانة حامل زي ما انت بعتها يا خميس وبعت ابنك لما مرتها تنزله قصدي تقتله كلنا بنبيع يا خميس احنا في سوق مزاده مفتوح واللي يدفع اكتر بيشيل كان كان هقتلك يا بدران هقتلك اقتل اللي جواها مات من زمان وماتت معاه كل حاجة اللي قدامك ده جثة مستنية اللي يدفنها عارف ليه؟ عشان انا بقية من زباين مزاج الخير مزاج الخير يا فندينا مزاج الخير هو فين؟ هو فين الباشا عبد الوصول؟ يا عمروتي خميس في سلو بلدنا اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح اوعى تكوني فاكره العيال اللي بره دي هيحميكي مني ولا الغندوره ابوكي فوقي نفسك انت مرات خميس يا فندينا وطي صوتك يا خميس وكتاب الله لولا اني خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك وعرفتك انك خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي اقول لك انت ايه؟ راشي اضرب اضرب كمان يا خميس وما تخافش على اللي في بطني عشان اللي في بطني خلاص يعني ايه خلاص نزلته يا افندينا يا معلم زيادة حبتين حقي في ايه يا معلم؟ سر الخلطة اللي اديتها لنا خلطة أفندينا جاب الزبونها في يوم وليلة وخيرها رمى كتير طب ودول يطلعوا كام يا معلم؟ العدد في الليمون يا ست شو وبعدين يعني احنا المفروض ما بقاش بيننا وبين بعضينا الكلام ده ولا ايه؟ الباين عليهم كتير قوي يا معلم شو سيبها تفرح يا معلم وتفك عن نفسها بس احنا الوعد اللي كان بيننا ما كانش فلوسه بس يا معلم نوح المعلم النوح طول عمره عنده وعد يا معلم ابو سنة شوف يا معلم انت اديتنا سر الخلطة وحقها وصلك وزيادة حبتين ينقصنا سر افندينا عشان تركب انت مكانه ولا ايه؟ قال لو انت روح له بقى يا معلم علشان نخلص من الليلة دي ونفوق لأكل عيشنا انا اقصد كل خير هو احنا لينا يا راجل للخير وبعدين ابو سنة اقصد المعلم ابو سنة هو اصل مزاج الخير وعشان ده يحصل يا معلم افندينا يلزمه يمضي الثمرة ستة من السوق وساعتها يبقى مبروك على السوق كل رجوع المعلم ابو سنة لي بتقتلني وشرف امي وشرف امي اللي خليك تتمني الموت الحوري الحوري
هيك صرخي صرخي. عايز ابوك يسمع سريرتك من هنا والمصحف نخليه يبوس جزمتي عشان اعتقك وهقتلك يا سيدة هقتلك ورابط ارحموني ارحميني ارحميني. تقتل ضناها ما تستاهلش الرحمة تستاهل الموت وانا هقطع من اسمك نسايل نسايل. زوز امر ما عليك البنت دي تتحبس لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا شمس ولا هوا لحد ما نشوف لها تربه ندفنها فيها. لا امر افندينا يلا يلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. البني آدم بطبعه طماع وأول ما يعض يهبش الإيد اللي اتمدت له. يكن يا خميس ليه ده معاريك اديته فرصة عمره. بس أنا عاوز أسأل معاريك سؤال، أنت ليه مش مسلح رجالتك بدل ما تخلي الكلاب صوتها يعلى وتعوي في بيتك؟ أنا مش رئيس عصابة يا نوح. عفو عفو معاليك انا بس خايف. انا مش جايبك هنا عشان تواسيني، انا جايبك عشان مأمورية محددة وانا خدامك يا باشا. تعمل اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. يلا زوز خليك انت ابراهيم. في ايه؟ يلا يا بنتي تعالى معانا من غير عوى. عوى؟ في ايه يا زوز دي يا معلم؟ انت ما سمعتش بيقول لك من غير عوى. يلا يا البس الشوافه بتاعتك يا خفيف. يلا حبيبي اطلع. انت كمان هتتريق. ايه اللي بتعملوه؟ يا الله 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 في ايه؟ بنت اسبح اركب استلم ابراهيم استلم اطلع مطلع. كلمتين ملهمش تالت. تروح لولي نعمتك اللي مشغلك وتقول لو عايز يشوف بنته تاني اللي قتلت ابني في بطنها يوصلني باللي مشغلينه بره ويخلع هو كده. بتعادي الكل الكل مصارينه في ايدي والكل روحه تحت جزمتي ومن النهارده مفيش بضاعه هتمشي في السوق غير بضاعه افندينا ومش هسيب خرم ابره لحد من كلابه. السوق تربه مفتوح بقها ما بتبلعش الا للي استقوى ويفتكر روحه فوق قوانينه. خلي غيرك ياكل من وراك. انت مالك؟ انت يا دوب مرسال. امرك يا افندينا بس في كلمة لازم تسمعها. ارغي في المري. جلسة رمانة بكرة. روح لها المحكمة. وقف جنبها. عشان حتى بالمرة تطمن على ابنك. ابني. هي ما نزلتوش. أمال هي مش عايزة تقابلك طول الفترة اللي فاتت دي ليه؟ استخدم عقلك صح مرة بقى يا أخي يمكن تشوف اللي أنت مش قادر تشوفه. تعبانكم أنتوا بس زي ما أمر الباشا وأنتوا بقى وزعوها بطريقتكم الحصص زي العادة. كلام زين يا معلم نوح. لا ولسه ولسه يا معلم هللة كلام الزين صح جاي قريب وقريب قوي كمان. عايز تقول ايه يا براء؟ الباشا قرا الفتحة على افندينا. الواجب ده بقى بعد اذن الرجاله يلزمني. ده طار وبايت من سنين. الف بالله صار عند افندينا يا براء.
عشان كده انا جمعتكم النهارده. خميس ما هواش روح هنسلمها للي خلقها واستبينا. عايز تقول ايه يعني يا حاج؟ عايز اقول ان خميس وراه اهلي وعزوه ورجاله ياما ابشيل البلد من شرقها لغربها ومن فوقها لتحتها، عشان كده دمه لازم يتفرق بين الكل، وما نغرس فطار ياخد واحد كل يوم مننا. كفايه قوي اللي راح رجاله، احنا مش هنعيده تاني. نقرا الفاتحه. آمين. انتي مش هتحرمي ابدا، مستغنيه عن عمرك. اسكتي لحسن حد يسمعنا، ان شاء الله كلهم يسمعونا. ارحمينا بقى، كفايه اللي احنا عملناه. اتفقت مع الواد رزق خلعنا من هنا. رزق ايه بس وزفت ايه؟ ما الظابط قال انه هيلحقنا. ظابط ايه يا خايبه؟ احنا طول ما احنا مرزوعين هنا محدش يعرف يوصل لنا. الظابط ده لازم نروح له لحد عنده عشان يعرف ينقذنا. طول ما احنا هنا محدش يعرف يوصل لنا. بطلي كوبنا بقى. لا يا ستي ولا انا مش مستغنيه عن امي. خليكي انتي براحتك. امشي امشي. عايزك تعتبر السفرية دي استجمام، راحة بال، عشان نمسح كل اللي فات ونبتدي من أول وجديد. بس اللي حصل صعب يتنسي يا عمودي. مفيش حاجة بتتنسيش، كله بيتنسي. تفتكر أنا هقدر أنسى اللي أنا عملته؟ لما تحسبيها صح هتكتشفي ان كان لازم تعملي كده. Thank you.
على فين اشوف؟ بجاشي. ايوه بجاشي اللي جاي لك. ماشي ماشي يا وليد. ايه انت دخلت هنا ازاي؟ ابو سنه لو جه ولقاك هنا هيعلقك. ابو سنه مين والناس نايمين؟ ابو سنه اللي عايزه تاخد فلوسه وتهجي. هج؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت اللي عايزه مني. عايز انا اخلصك واخلص الناس من سمك. انت اتجننت يا راجل انت؟ ايوه اتجننت زي كل الرجاله اللي عرفوكي. بجاشي بس انا بقى معايا فلوس كتير، تعال ناخدهم انا وانت ونهج سوا. نهج وانا خاين زيك؟ خلاص خلاص يا شوق، انت لازم يتعلم عليك. لازم تكون اخرتك زي اخرة كل مرة فجرة. اخلص يا ابن الكلب. يا بنت الكلب. أحس بمرارة الوجع من غير صوت. تاريكي شايلة كتير أوي يا كرامة، مسجونة جوه سكتك واحنا مش حاسين بيكي. حقك عليا يا كرامة، حقك عليا. We'll be right back.
بالظبط يا باشا. وقعت يا نوح؟ وقعت. وقعت ايه يا باشا؟ هو انتوا اليومين دول بتقفشوا الجمال؟ لا بنقفش البضاعة. بضاعة؟ بضاعة دي يا باشا؟ البضاعة اللي لقيناها في وسط الجمال يا نوح. لا معلش بقى يا باشا، البضاعة دي مش بتاعتي، أنا ما أعرفش عنها حاجة. البضاعة دي بتاعتك وانتوا اللي جايبينها معاك، وآه عايزين توقعوا نوح وترموا بلاكم عليه. أنا سليم يا باشا، أنا سليم يا باشا. الكلام ده بقى تبقى تقوله في النيابة. أيوه هقول في النيابة، هقول في النيابة. أنا خلاص خدت طريقنا يا باشا، أنا خدت طريقنا يا باشا، أنا خدت طريقنا. هاتوه. أيوه هاتوه، أنا هقول النيابة خدت طريقنا. دلوقتي بتقولي لي روح لها تاني؟ دلوقتي بتقولي لها ابنك اللي في بطنها ما رضيتيش بيها وهي رقاصه بتحبني، انما راضيه بيها دلوقتي وهي محبوسه وبتكرهني؟ ده عوض يا ابني، ربنا قسمهولك وكل شيء بأوان يا ابني. بزيادة بقى يا ابني، بزيادة. احنا افترينا يا امه، احنا افترينا، والرد لسه معلم على وشينا من بنت الباشا، لسه مكويين بنار الضنا اللي راح قبل ما تشوفوا عيني وقبل حتى ما تلمسوا ايدي وقبل ما اشم ريحته. النار دي انا مكوية بيها اكتر منك يا حبيبي. النار دي شالت الغشاوة يا امه، وخلتني احس بوجع كرامة اللي مش قادرة تصرخه، وغلان فريدة اللي حرق ابني، حرق ابني في بطنها، وظن رمانة اللي وقفت للدنيا كلها وقفشت في حتة مني جواها. كفاية يا أمه، كفاية. أنت بتحاكمني؟ بتحاسبني وعايز تشيل لي الليلة بحالها؟ وكل ده ليه؟ عشان وقفت في ظهرك وخليتك كبير السوق يا فندينا؟ أنا نفسي أعرف قلبك ده إيه؟ قلبي زاح الكل وحطك مطرحهم، داس على أعز الناس وآخرهم الخير لأجل ما تقوى وتحمينا. هو ياما علشان نكبر لازم ندوس؟ يعني علشان نقرب لازم نبعد؟ مين اللي قال ياما؟ مين اللي قال؟ ليه حطيتي قدامي كل حاجة وعكسها؟ انت كعبلتيني يما، انت كعبلتيني، شايلتيني هم دنيا انت بس اللي عايزاها، ربيتي جوايا شطاري، ربيتي معايا يما، خليتيني عايش عمري كله مستني الموت في اي لحظة، تسيبيني ياما عيش زي اي حد، كنت تسيبيني عيش زي اي حد هيموت برضه، بس بعد ما يكون عايش يوم واحد من غير خوف. ليه ياما؟ الخير رجع يا فندينا، الخير رجع يا فندينا.
الخال رجع. الخال يا ماما، الخال بره. زوز. ايوه يا حاجه. خال، جيت في وقتك يا خال، وحشتني. اه خال، اه خال، يا ولا قوم قوم يا خميس قوم يا ولدي. يعني خلاص كرامة طلع أصدق من كلامك يا ضويا وطلعتي بتمشي. قوم يا خميس حتى دي مخبيها عني. قوم يا خميس انت أقوى من موت يا خميس. قوم الموت مش أقوى مني علشان ياخدك مني. أنا شايف ابني يا عمو بيضحك لي من بعيد. قوم يا خميس انت اقوى من الموت يا خميس. انت اقوى من الموت. ده انا ضاوية انا اكبر من الموت. قوم يا خميس قوم يا خميس. الموت متقوى منك. لا يا خميس الموت اقوى منك. لا يا خميس الموت اقوى منك. لا يا خميس انت اقوى من الموت. انت اقوى من الموت يا خميس. انت انا قدك يا موت. انا ضاوية انا ضاوية